اخرسي، لم أفعل ذلك، تحدثت معه لدقيقة فقط. هذا فظيع، توقفي أرجوك، أنت تفسدين شعري، لقد سرحته للتو. إنه ظريف بعض الشيء، لكني لست معجبة به، ربما قليلا. أغلقي فمك أثناء الأكل، ألا تعرفين آداب الأكل؟ أها، نعم، ماذا ستفعلين الليلة؟ هل تريدين زيارتي؟ توقفي، هذا مؤلم. أوف، هذا مقزز، سأعاود الاتصال بك. مكتبي، إنه فوضوي، يجب أن أنظفه قبل أن تراه أمي. ربما يمكنني استخدام سلايم. عظيم، تلطخت بلوزتي. أوف، ماذا تفعلين؟ لا تفعليها، هذا سهل وسريع. وانتهيت، يا للهول، ما الذي يحدث هنا؟ أمي، سأخبئ سلايم، لا شيء هنا يا أمي. يبدو وضع مستتبا هنا، لا شيء يجري هنا. جيد، أنا فخورة بك. شكرا يا أمي، التنظيف ليس وظيفتي. حسنا، أراك لاحقا، على موعدنا، وداعا. طبق الباستا يا آنسة، بالهناء والعافية. أو تبدو شهية، يجب أن ألتقط صورة للإنستغرام. صورة أخرى. أو هل هذه كاميرا؟ انتظري، سأخذ وضعيتي المفضلة. مرحبا، أنا أعشق التصوير. ما رأيك بهذه الوضعية؟ لحظة، سأجرب وضعية تصوير أخرى، ما رأيك؟ هذا يكفي. ليس جيدة، كلا، كلها فظيعة. حذف، أحتاج إلى لمسة إضافية، الصلصة. ما هذا؟ أبعد الصلصة عني. كلا، لا تفعلي هذا بي. أنت تفسدين إطلالتي. هذا أفضل. انظري إلي، ما رأيك بهذه الوضعيات؟ أمل أن لا تحصدي أي إعجاب. لا تزال تبدو فظيعة، سيئة، كلا، لا يهم، الأكل أولى. يا وحش، لدي أسرة، خذي. ما رأيك؟ جربي شعوري. مرحبا. أنت هناك شيء على وجهك، يجب أن أذهب للحمام. لحظة، لا تذهبي، هل غضبت من كلامي؟ أشعر أنني نلت كفايتي تماما، علي الاستيقاظ الآن. أين نظارتي؟ هكذا أفضل. يلا هذا البنطال، ستبدو هذه الأقراط جميلة. والآن سأضع العدسات. أوه، أتمنى لو لم أضطر لاستخدامها. واك واك يا بطوط. حسناً، سأفعلها الآن. أنا بارد وجاف، سوف أضعها بسرعة. لا لا لا، أعيديني كما كنت، لا أريد دخول عينيك. لا، يكفي ذلك، سأعيدها إلى علبتها. منزلي العزيز، سأرتدي نظارتي اليوم. هل هذا كل شيء؟ شكراً، أحسنت، يوماً سعيداً. أهلاً، أريد التقاط بعض الصور. بالطبع، اجلسي من فضلك. حسناً، أنا مستعدة. هل بإمكانك وضع قليل من البودرة على وجهك؟ أوه، بالطبع، معي الفرشاة والبودرة في حقيبتي. حسناً، أنا مستعد للعمل. شعري هو الأجمل بين الجميع. سيستغرق الأمر ثانية واحدة فقط. أوه، هذا ممتع.
سأتخلص من البودرة الزائدة. تمام، وداعا للوجه الدهني. ستبدين رائعة في هذه الصور. أتشوف. آسف. حسناً، أنا مستعدة الآن. جيد، كما تريدين. ابتسمي يا عزيزتي. رائحة هذه القهوة زكية. ما الذي جلست عليه؟ كيف وصلت هنا؟ هذا مضحك. كدت أنتهي من التنظيف. ماذا؟ تظن بيتي أنها ظريفة؟ يجب أن أضع حداً لها. مرحباً، كيف كان يومك؟ يا ويلي من أمي. بيتي، مفاتيحي ليست لعبة. لكن ألهمتني بفكرة رائعة. ستكون الحل لمشكلتي. سأحضر قاعدة ليجو وأضع رجال ليجو الصغار في الأعلى. وانتهيت، حامل المفاتيح جاهز. سألصقه على الحائط ولن تضيع المفاتيح بعد الآن. شكراً لحمل المفاتيح يا رجال. ما الذي يحدث هناك؟ ما الذي يفعلونه هناك؟ هذا الظلم، لم تستأذن مني حتى. نجحت الخطة تماماً. ممن الرسالة؟ موعد الليلة؟ لا يمكنني الذهاب بهذا الشكل. أحتاج إلى مكياج حالاً. أي، ما الذي دعست عليه؟ من يترك المكعبات على الأرضية؟ ألمها فظيع. على العموم، الوقت يداهمني. أين كريم الأساس؟ لا تنفع هذه الفرشاة. الإسفنجة قادرة أيضاً. لحظة، لدي فكرة. سأحضر قاعدة ليجو وأبني حوافها. جيد، سأبني حواف قطعة أخرى كبيرة وأضع قطعة كبيرة فوقها. أوشكت على الانتهاء. أترى كل هذه الأقسام المختلفة؟ تحولت هذه القطعة إلى درج. لا مزيد من الفرش المتسخة في الحمام. كم أعشق التنظيم. اللمسة الأخيرة. لقد وصل، يجب أن أستعجل. هذا المحل رائع، لديهم بضاعة مميزة. لا أصدق ما أراه. حقيبة ماركة؟ يا إلهي، ما أجمل هذه الحقيبة، تصميمها فريد. لا تحلمي بها. بدأت الحرب. إنها لي. حقاً، أعطيني إياها. أنا رأيتها أولاً. أصبحت ملكي. وداعاً. هذا ظلم كبير. لنذهب. لكني أريد مجموعة الليجو هذا. لحظة، دعني أتحقق منها. أظن أنه يمكنني الاستفادة منها. هيا، سأبدأ بقاعدة كهذا، ثم سأضيف القطع واحدة تلو الأخرى وبألوان مختلفة. سأصنع المزيد من الأشكال. حان وقت جمعها. تبدو مثل حقيبة. أترون هاتين القطعتين؟ سأضع بعض الغراء الساخن على الحافة، ثم سألصق قطعة لباد طويلة حتى أتمكن من طي القطعتين بهذا الشكل. ستكون هذه القطعة غطاء الحقيبة. ولن أنسى حزام السلاسل. سأثبته بقطعتي ليجو والحقيبة جاهزة. من أين هذه الحقيبة المميزة؟ لم أرى مثلها في حياتي. إنها تلك المرأة من المحل. لا أصدق أن حقيبتها أفضل. موتي بغيظك.